عاوز اروح معاك لمجموعه من العروض مقدماها مقدمينها المسؤولين في نادي الزمالك. هقول هشكر الناس بتوع النجوم في نهايه اللايف حق. مقدمينها المسؤولين في نادي الزمالك لعدد من اللاعبين، دونجا وعمر جابر، نبيل عماد دونجا. قلت لكم ان الزمالك خلص، او امير مرتضى تحديدا خلص مع محمود عبد العاطي دونجا، بس مستر فيريرا قال له لا انا عاوز دونجا بيراميدز. فمقدم، وقلت لكم ان كان في قعده بين الامير مرتضى وممدوع عيد وعمر الدسوقي ولا عمرو بسيوني عشان صفقه عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا. دلوقتي اللي بيخلص نبيل عماد دونجا وعمر جابر، لان حازم امام مشي، موجود حمزه المسلوسي، عمر جابر نجم دولي وبيلعب في هذا المركز المهم والحساس، فداخلين في مفاوضات للحصول على خدماته. ففي الاخر نبيل عماد دونجا وعمر جابر، نادي الزمالك تقدم بعرض لممدوع عيد ب 30 مليون جنيه للحصول على خدمات هذا الثنائي. في نفس الوقت نادي الزمالك عاوز محمود جاي، وطلع رئيس نادي الانبي حارس مرمى انبي وحارس الدولي وحارس الامتاج لخبرات عظيمه وهكذا، فقدموا عرض ب 15 مليون واثنين لعيبه اعار، 15 مليون واثنين لعيبه اعار. ما لازم تبقى الانديه بتتعاون مع بعضها، جزء مالي وجزء لعيبه تفيد وتستفيد، لكن هتقعد تقول لا انا عاوز 2 مليون دولار، 2 مليون دولار انت النهارده بتتكلم في 40 مليون جنيه. فبالتالي لازم يبقى الدنيا تبقى كده، فيد واستفيد. طالما عملت صفقه جون ايبوكا بمبلغ مالي وجزء كده، يبقى انت لازم تبقى موجود في هذا الاطار يعني. فنادي الزمالك مقدم عرض ب 15 مليون واثنين لعيبه اعاره. على نفس الوقت برضو كابتن محمود علاء اللي انا قلت لكم من بدري انه هيمشي، رفض الدخول في اي صفقه تبادليه. الملفات دي كلها وهذه القضايا كلها ستفتح بعد كاس لوسيل وعوده نادي الزمالك من قطر الشقيقة. طبعا استقبال رائع جدا من الجالية المصرية في قطر لبعث نادي الزمالك، وبالتوفيق بإذن الله، وكرم ضيافة على أعلى مستوى من المسؤولين في قطر، والتفاف حواليهم وتوفير كل الأمور الجميلة والحلوة للمسؤولين في نادي الزمالك من الأشقاء في قطر. فيريرا يعني بالنسبة لمروان حمدي رجع نادي الزمالك، وكل الناس كانت مقتنعه بمروان حمدي خاصه اللي دربه منتخب مصر كارلس كوروش. النهارده مروان حمدي مطلوب من النادي المصري بورسعيدي، وايضا طلب مستر فيريرا تاجيل الحسم الى حين العوده من الدوحه. الناس هتخرج من الدوحه على جده باذن الله تعالى، يتوجهوا الى مكه بالاتوبيسات لاداء العمره، يا رب يتقبلها منهم جميعا باذن الله تعالى. بكره ممكن يكون المفاجاه في المباراه ابراهيم نضاي، الوافد الجديد لنادي الزمالك، هو نجم كبير ولاعب مميز للغاية وكده. فيما يخص عمر كمال عبد واحد ومحمد رضا بوبو، تم إغلاق هذا الملف بالضبة والمفتاح، خلاص ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني، لأن هم خلاص هيلعبوا مع فرقتهم في كأس الكونفدرالية. وتمسك نادي فيوتشر بقراره بعدم الاستغناء عن أي لاعب مهما كانت العروض الخيالية. النهاردة حدث مهم جدا بيحدث لتاني عام على التوالي، وهو انتخاب رابطة الأندية وبقيادة أحمد دياب ونائبه عماد متعب، وموجود معاهم أيضا في هيئة المكتب خالد رفعت وشريف صالح وأحمد النجار، واثنين مرشح اتحاد الكرة هم سيادة اللواء صفي الدين بسيوني وسيادة اللواء ثروت سويلم، وخرج من تشكيل العام الماضي الحاج عامر حسين ودخل مكانه أحمد النجار. هيعملوا القرعة، عملوا مؤتمر صحفي جميل اليوم في اتحاد الكورة، وقالوا انهم يعملوا القرعة قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز بأسبوع، والدوري الممتاز تحدد انطلاقه 16 أكتوبر بإذن الله تعالى. أكد سيادة اللواء ثروت سويلم على أن لجنة الحكام تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وأكد الثقة في ان هو اتحاد الكورة واخد بكل الأسباب بحيث ان هو ينجح لجنة الحكام ويرتقي بيها ويرتقي بمستوى الحكام في ظل وجود الخبير الإنجليزي كلاتنبرج. فبالتالي بالتوفيق بإذن الله تعالى لرابطة الأندية وأحمد دياب اللي بيحظى بدعم كبير من الأندية. رشحوا 11 نادي لرئاسة رابطة الأندية، رشحوا 11 نادي لرئاسة رابطة الأندية. فبالتالي كل التحية وكل التقدير لأحمد دياب ولي الناس اللي موجودة في هذا الإطار. لحظة كده،
ما ينفعش نادي بحجم الاهلي يدفع فلوس عشان يعمل معسكر وفلان ده، وما ينفعش يروح يلعب اكاديميات زي ما حصل عام 2018 واتلغى الماتش ولعبنا تقسيمه. ده المحامي الشهير الاستاذ محمد رشوان، والاهلي عنده شركه سياحه. الراجل بيقول هو الاستاذ محمد رشوان، ليه هي ما ترتبش المعسكر؟ ليه ما ترتبش معسكر النادي الاهلي بدل الشركه اللي هي نصبت على النادي الاهلي وكده يعني؟ يعني برضو اقتراح رائع من الاستاذ محمد رشوان المحامي الشهير. دمتم في امان الله، وربنا يحفظكم ويسعدكم ويرضى عنكم. سلام عليكم.